الأربعاء بدونا آيا صوفيا، هذه آيا صوفيا اللي كانت كنيسة وسووها مسجد. وهي أول جولة اليوم الأربعاء، أول نهار. الجو جدا جميل وفاقدينه في البحرين الجو نقي وبارد، السماء شلون قايمة شيء حلو. كانت كنيسة؟ الحرارة اليوم 11. هلا ابو احمد، احنا في وين؟ في وين؟ ايا صوفيا على الساحل. ايا صوفيا هذه ايا صوفيا هذه؟ على الساحل. مرحبا عبد الناصر. احنا في وين بالضبط؟ احنا في ايا صوفيا الحين اللي هاي اللي كانت كنيسة. ايه. وغيروها سووها مسجد. لا مسجد. ايه سووها مسجد. شوف هذه. اللي اي نعم. وبالعود اللي شفنا من وراك ذيك. لا. سام ها يلا يلا ما تكلمش في مع هواي حول حول يسوون شواهد يسوون شواهد ما تبي حبام احد يبي حبامبو اي والله حبامبو شو الساق ايش 200 النايبه هاي تنتين لاصقين مع بعض ايه غريبه صوت غريبه اكسترا مخلى هاي شيء هو ترجع لي داخل لك باسطة هاي القهوة الصحية ولا بلاش يلا يلا ارجع محمل المسؤولية قالب قالب الله احفظك طالع طالع عنك اليوم بلعب هاي شنو هذه السيارة الجو ممتع حاسب الورق حاسب انت بعد انت حاسب حدي لا تاخذنا عليه لقطه هذه توقفوا وين هذه شكري باشا بارك الله فيك قلبك من كنيسه الى مسجد نروح نشوف تعال نروح نشوف تعال انت لا هذا بقايل غبور يعني هذا الغبور هذا الشامبو الخالدي. هون بصلوا هون. ورا الجبر. ورا معلم. شوف شوف هاي شنو ذلين؟ خرابي. هاي كلها ترى شايفينها من داخل ها؟ اوكي. يلا. داخل الكنايس. شوف هني. هذه ايا صوفيا هني يقولون. هاي الشباب هني هاي الشيص طالع طالع اهلا وسهلا ابو احمد هذول يا ابني هلا الجو ممتع ها حاسب اللي وراك حاسب البال لا اوكي تحدي ها بتقول شيء لازم تاخذ لنا عليه لقطات هذه اي بس توقفوا وانا اصوركم ولا يهمك هاي صوفيا هذه شكري باشا بارك الله فيك قلبك من كنيسه علي مسجد مرحبا ابو احمد استمتعت انت؟ خصوصا عقب 5-0 الله اكبر يا الملك بياضت شختار يقول لي عقبال الربع الليل ينصمون مهزله الليله الليله مهزله يا بيله وصلاح ابدع البارحه اي صراحه صلاح ابدع قول ولا اروع
هاي كانت كنيسة مسيحية قلبوها إلى مسجد للمسلمين الحين. فهاي اللي صارت عليها شوية قيل وقال. لكن مكان جدا جدا رائع وجميل وشرح صراحة. طلعوا طبعا الآثار كلها من الكنيسة داخل كتاباتهم وتماثيلهم طلعوها كلها. وكل شو شكريته؟ مزار 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 العريق مزار العريق يا ابو مرعي شو انت اوقع مدفع بعد هني هذا كولي شوف كلها شوف في مرة معنا الأخ أبو أحمد هذه آية صوفيا آية صوفيا؟ صغيرة عاد صغيرة آية صوفيا طلب زوم هاي من أيام البيزنطيين قسطنطينية بس شلون الأفراح لحد الآن يعني؟ هاي المفروض ما يشالون لأن هاي تحفة لا لا أنا شفته والله هلا أبو أحمد هلا بيك أه وين رايح؟ استمتع بالجو أنت وين رايح؟ تعرف وين رايحين؟ مسجد صوفيا ايه صوفيا ايه بس اللي في اسطنبول اكبر ايه ايه صغير يلا اللي حولوه مسجد اعتقد في اسطنبول ايه خلي طول داخل شوي ايه بينا ها كنا مبطل هني ها اوه مبطل 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 حياك 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 ايه مغطين السقف ها هذه مغطين السقف تعال يوسف اي هني يصلون ها ايوه Thank you.
أريد أجرس كالشغلة الزبلان of various elements of east and west drawing elements from both to produce its own unique blend. The 82% of Turkey's population are Muslims. There are more than 82,000 mosques in Turkey. The most largest mosque in Turkey is the Grand Camical Mosque with a capacity of 63,000 people. Their consideration, politeness, respect, and courtesy are the most important manners in Turkey. They must shake hands when they are visiting someone or a family gathering. هل بيحطون عربي انجليزي شاشه لا بس حتى بعد جوجل تمام هلا ابو احمد هلا بيك كيف الحال الحمد لله مستمتع والله اليوم صراحه في اجواء جميله ايه؟ وفتحية طيبه ايوه وفي مكان تاريخي يعني علاقات بشيء جديد ايش رايك في هذه الغيوم هذا هاي اللي مغير الجو على الاقل هاي اللي قال لك ليش تشتي يعني بس ما صرت ابيض للحين حداوي لا يبي لي ماوس كامل عبد الناصر شو يقول الزلمه لا انا صرت ابيض ابيض ها يلا هاي الكاميرا قاعده تفتر يوسف هلا والله هلا بالغالي يلا الحداوي اسم صغيرة ريم ما شاء الله ريم الفلا انا اسمي ريم ريم وين ماما هلا وسهلا هلا ابو احمد هلا بيك معي عبد الناصر نعم ممكن تعطوني وين ينتظر يقولون هذه اسمها ايا صوفيا نعم بس الصغيره ايه بعد كريسه وسووا ماشي ما ادري صاروا فيها ولا لا انا ما املك معلومات عبد الناصر شو يقول نفس الشيء المعلومات اللي عندي هي هذه كانت كنيسه اغلبها مسجد نعم. بس يقولون في واحده في اسطنبول ايش نعرف العوده ايه. ايه. طبعا الجو ولا اروع هاي الكلام جزاك الله خير لا ضرر المطار الحين اشكرك لا مدرسة هني هاي مدرسة خبر ترى مدرسة يوسف هاي ترى ما كان سلوها الله احنا في ايا صوفيا على الساحل ايا صوفيا على الساحل
في آية صوفيا اللي هاي الناس اللي كانت كنيسة وغيروها. حسب ما سمعت إن هذه بعد إذا هناك في شيء ثاني يمكن. شو أقول لك والله؟ ناصر جبار.